وشعارنا هو ادخل سخن، وادخل سخن، خول اخويا للدواء. انتم البلايص كيفاش تعرف بان كاينة زيزة؟ ها هي في النهاية شنو كتسد عليها بمعرض؟ هاي في المواصلة هنا الدليل ها هو فين هو كتكون دايره المعيردات، ها هذا هو الدليل ديالها، دايره داخلة شايف داخلة. غنحاولوا ما عرفناش غنديروا ليها، ولكن نحاولوا نخلوها هنا تنجيو ليها في العشية يمكن داخلة بزاف. غنترى تقريبا واحد 30 سنتيم باش داخله، لكن غنخلوها حتى العشيه. الخاوي ديال العشيه غنجي ليها وغنشدها، حتى دابا هي مصوبه الغار هنا مايمكنش ليها تحول، عاد غار زين هذه، وغنخلوها حتى يخور البحر في العشيه وغنجي ليها وغنشد. حتى لا بغيت نشدها دابا ما غاتشدش ليا، غنضيع معها الوقت، ولكن في العشيه غنجيب لها السلك وغنشد. شتي كيفاش كدير الجحر ديالها؟ ها ضروري كيكونوا معيردات بحال هادو، حجيرات بحال هادو، هما اللي كتسد بهم عليها من يعمر البحر على حساب يجي ليها شي حوت اخر ولا شي حاجه. الجو رائع، ولكن الضبابه لي مشكل. شتي راه كيبان لكم الشوف ما كاينش، ناقص حد الشوف، مني ما يكونش الشوف على الحد ديالو ما يكون زوين داكشي. ونتمنى من الله يكون خير. المريح راه زوين حتى هو، شتي مضروب ربيع هذا، شتي راه كيكون في عمره زوين. هنا تصيد هنا بكميمه خفيفه ديال 10 غرام، وكدير هنا كتخدم القيمرون هنا في هاد المراحه، حتى هو كيخرج على قبل واحد كيسخن، هاد البلاصه كتسخن كيجي هو يتلقى لهاد البلايص هادو في العمر، كيخدم القيمرون هنا مخير هنا 100%. مالك اش كاين؟ وسير عند الموتور تاع حاضين هنا داك الدريكوس، هذا دريكوز قال لك تا زيد تعالى سمعت الاخوان ويكون خير ان شاء الله. انت مالك؟ انت سير هاد الموطو نجي عندنا. هذا راه دريكوز تابعنا، تاعو سير هاد الموطو تجي تابعني انا، اش حاضينينو حتى الموطور هما انا بلا ما تحضيني. تحيه للمشاهدين فيما كنتو، ديما شعارنا دخل سخن. ندو شويه الملح، نزيدو واحد الطغطبوطه، هذا يكفي. غنديروا شويه الملح والماء، واحد الاخطبوطه في واحد الغار خايب دينا باش نلقطوها. هاكا نوريكم الطريقه كيفاش الملح والماء، وهي زيزه عندها غار خايب ما غتخرجش لينا، غنستافدوا منها بهذه الطريقه ديال الملح. هادشي اللي كاين الاخوان، غنمشيو للبلاصه نوريكم الطريقه ان شاء الله. قرعه فيها الماء شويه الملح وخذ صفر. الاخطبوطه هي باقا هنا زيزه، عندنا قرعه ها هي فين هي قنينه، هذه غنعمرو نديرو فيها شويه الماء، ماشي بزاف، شويه ديال الماء باش داك الماء ما يملاح، فهمتي؟ ها هو حنا درنا فيها شويه الماء دابا،
انا نوريكم الطريقه سهله. دابا هادي عاد الغار ديالها قاصح قبيح شويه، واخا ندير لها السلك ما غتجبدش. انا نوريكم اسهل طريقه. هادي شنو هي؟ هادي ملح، انا غنديرها في قرعه وغنخدها مزيان. بركه هاد شويه يكفي، بركه هاد شويه هذا يكفي، يعني الماء كيملاح بزاف وهي ما كتحملش مع الماء مالح. الملحه كتحرقها في الحمى وغتخرج. هانتوما غتشوفوها تخرج بحال دابا ملي درنا الملحه غنسدو القرعه غنخطوها واحد مزيان الاخوان اش غيوقع لها الزيزه. هادي حيله من الحيلات اللي كندير انا، تكون شي زيزه تكون شويه معصعصه، راه كندير لها الطريقه. ها انتوا راه ما كاين حتى شي حاجه اللي هي مدرقه، ردوا الماء مزيان. دابا الزيزه ها هي انا في الغار، لا لاحظتوا مزيان بلاتي نوريكم الزيزه هي كاينه هنا في هذا الغار، هذه الحجره وهذه الحجره، وهذا الدليل على بان كاينه زيزه هما هاد الشقوف ديال بوزروك. دابا هذا ملي كيكونوا الشقوف ديال بوزروك هذا دليل، هذه واكله هادشي فهمت، حاله مواكله، كتمشي تجيب طعمه من يكون عامر بحر وتجي. انت هادي راه باقا ما كلاتهاش هادي شتا، وكيكونوا بحال كم عيردات كتصيب شي معارض بحال هادو جديد كتصيبهم بجنابها ولاد الشقوف. هذا دليل على بان كاينه زيزه هنا، هذا هو الدليل باش كتعرف زيزه كاينه. الناس المبتدئين اللي كيبغيو يركضوا زيز الروسوم، ها انت ها القرعه فين هي شتا، ها هي نخدناها وتفرجوا مزيان. صافي وصلها وتشوف تشوف واش غيطرى لها. هانت 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 شوف 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 خرجات ولا ما خرجاتش، واش خرجات ولا ما خرجاتش، هانت خرجت كاعية. هانت هانت الاخوان هايا اللهم بارك. واحد الجميلة مخيرة. الملحة الطريقة هو هاد الملحة هايا فين هي شتو شتو الاخوان. كي كتشوفوا الجو راه زوين رائع ان شاء الله. انت 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 دابا العشاوي الحمد لله الزيزه هي جبدناها. جينا ليها باش نصور نمشي نطلعها دابا ندير لها شويه العطريه وداك الشيء ونتعشى عليها. ايوا دابا نجمعوا السطله القرايعه ديالنا. زيزه راه كتكمل الملح راه ما تحملش مع الملح. رد البال ها 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 كتحملش الملح وديك اول مره كيتعصب الملح. ها اي مس ديال اللحم ديالها كتكع كتحملش الملح مره. تحيه للمجاهدين، هذه حيله من الحيلات اللي كندير انا الزيز ملي تكون عندها شي غار خايب، وهو الملحه القرعه ديال الماء تاخذها مزيان تدخلها في الغار ديالها وتخرج. ماشي تكون في شي بلاصه ثاني الفوندو ديرها لا غير خرج، لا كل شي بلاصه بحال هكا زاكي فيها الماء باش تتحكم في الغار كيفاش تخشي فيه الماء. هادشي اللي كاين الاخوان، تحيه لكم شكرا لكم على التتبع. ديما شعيبه يعطيكم معلومات من قاع الخابيه. هاد المعلومه هذه للناس المبتدئين اللي ما كيعرفوش هادشي، هذه راه طريقه سهله جدا جدا باش تجبد الاخطبوط من الجحر ديالو. تحياتي كما شعارنا ادخل تسخن. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.